اربع المعلومات يعني كاين منهم واحد جوج غادي تقلبوا عليهم وما تلقاهمش يعني لا. المهم غنخليها هي الاخر نبدا غاديك الشيء اللي يعني كتكون بحال دي باش بحال معلومه ولكن انا واحد العميل ديالها كبيره تجربه في البنك اكبر بنك في المغرب دخلت سيرفيس ابل باي ابل باي معروف تابي ابل باي في جوجل وتجربه في البنك يعني ولات مثلا ديجا تجربه في البنك كان عندها هي والبنك البنك اوف افريكا كانوا هذوك يستعملوا لينيون باي لي كارت شينواز ديال لي توريست شينواز ولا هذاك كانوا خدامين في المغرب لي كارت لينيون باي هذوك القلالين الدول اللي فرنسا يلاه العام اللي فات دخلوا لينيون باي في الاول ما كانوش كيعرفوا لي كارت لينيون باي ما كانوش كيقبلوها المغرب صافي تقريبا واحد 10 سنين ولي بنك تاع المغرب كيقبلوا لي كارت بنكير شينواز لينيون باي ومقبولاش الحلفاء ديالهم الخدام الشيوعيين بحالهم اللي كيموتوا بالجوع بحالهم بحال سوريا والايران والجزائر ما خدمش فيها لان هاد اليون باي حتى يخدمها في سويفت والدول اللي ديكتاتوريه وقتلت الشعب ديالها ديرعوا ليها سويفت بحال ايران ديرعوا ليها سويفت يعني الباي توليزين كارت البنك انترناسيونال روسيا قلعوا ليها سويفت سوريا قلعوا ليها سويفت اليمن قلعوا ليها سويفت بقات غير الجزائر اللي مازال ما قلعوش ليها سويفت يعني الا بقات كتعاون بوليزاريو غادي يقلعوا ليها سويفت حتى هي تولي بحالها بحال ايران وغادي يولي الدولار كيسوى 2 مليون تومان 2 مليون دينار جزائري ولا مليون دينار جزائري ديال البلان عاشان دونك بالنسبه للي كارت ديال ابل باي واحد السيرفيس ديال ابل باش تخلص بالتليفون ابل لابليكاسيون ابل كتأصل لابليكاسيون اللي ما عندكش الايفون الا عندك الايفون راه في لابليكاسيون داخله فيه ابل باي كتأصل في التليفون ديالك كيف ما كان كتأصل لابليكاسيون وكتخلص بالابليكاسيون ديريكت كتخلص لابليكاسيون كتبروغرامي على البنكه ديالك كتخلص بها يعني كتصدق ما بلا ما تفقد تنسى لاكارت بنكه ديالك في التليفون تخلص به فين ما مشيتي تخلص بالتليفون سون كونتاكت تخلص بالتليفون سون كونتاكت تليفون ان اف اس والافونتاج ديال ابل باي شنو هو الافونتاج كبحال في اوروبا عندهم مثلا الماكسيموم ديال باش تخلص بسميتو بسون كونتاكت ولا دابا هي 50 دولار كانت في الاول 30 دابا زادوها 50 دولار ولكن ابل باي تقدر تخلص حتى 100 دولار دير ان بايمون كبير تخلص به بابل باي يعني تقدر عندك الحق تخلص يعني ولكن كتفتح التليفون ديالك كدير الكود ديال التليفون ديالك يكون مفتوح كتفاليدي كتخلص اكثر من في المغرب ما كانش 50 دولار المغرب كان ماكسيموم 200 درهم ديال سون كونتاكت كانوا بغاو يزيدوا ليه زادوا ليه واقع 100 درهم كان ولا 300 درهم ولكن بابل باي تقدر تخلص اكثر من 300 درهم هذا هو الافونتاج يعني بالنسبه للمغربي المغربي يقدر يخلص بسون كونتاكت بالتليفون ديالو اكثر من الكارت بونكير فكارت بونكير غادي تعطيه من ماكسيموم يعني 200 درهم او 300 ولكن جبت التليفون غادي يخلص بسون كونتاكت الى نزل الكود ديالو ولا خرج شي بواد يعني داروا له شي واحد شي حاجه في الكاس ديالو وما عرفش الكود ديالو كيجبد التليفون كيخلص به يعني ميم دي مونطون اكثر من 200 درهم اكثر من 300 درهم هذا هو الافونتاج ديال ابل باي يعني عندها الاهميه ديالها باش ندخل في ابل باي يعني كندخل في لي رادار ديال ليكونومي مونديال كتكون عندي واحد لي زافونتاج المعلومه الثانيه اكديتال راه بغات تبني 150 سبيطار عرفناها يعني شحال من سبيطار بنات وبالمناسبه هذا العام يعني غير داكشي اللي هو اوبيتو ولا يعني لي كلين اي ولا سميتو الاوبيتو كبار او لا ريجيونو او لا مونيسيبو راه الوزاره ديال الصحه عطات لوتوريزاسيون باش يتفتحوا 76 اوبيتال ريجيونال او لا بروفانسيال او لا يونيفرسيتي بحال ديال الاخر ديال طنجه 76 يعني مصلحه صحيه جديده عاف عام واحد هذه غير للبوبليك والبريفي كان اكريتال هذه عندها بزاف ديال زوبيتو بريفي بغات تبني 150 ودابا الخبر الجديد هو شنو هو الخبر الجديد هو اول مره اعلنت بان من العام الجاي غادي تبدا تبني لي زوبيتو في كوت ديفوار غادي تبداهم في السنغال وفي الامارات غادي تبدا لي زوبيتو في الامارات اكديتال غادي تبدا لي زوبيتو في الامارات يعني جميع الناس ديال اسيا اللي بغيت الدواء على الكاليتي ديال اكديتال غادي الدواء ماشي الامارات يعني واللي في افريقيا يقدر يمشي الدواء في ابيدجان
والدواء في كلينيك مغربيه في ابيدجان. هذه هي المعلومه المهمه، واخا تبان لكم صغيره ولكن كبيره، عندها واحد الاهميه ديالها وعندها واحد المغزى ديالها. اكديتال دابا دخلت 4 ديال الدول يعني بولانستون حاليا، يعني داخله من 24 السنغال، كوت ديفوار، وفي الامارات في دبي. المعلومه الرابعه، علاش المعلومه الرابعه؟ لا قلنا المعلومه هذه غير الثانيه. المعلومه الثالثه معلومه صغيره شويه ولكن غتكون عندها واحد الاهميه كبيره، حيت غادي تخدم بزاف الناس في واحد المنطقه اللي ما فيهاش بزاف الوزينات. المعلومه الثالثه قبل الرابعه، المعلومه الثالثه هي لو تيكنو بارك ديال الخميسات. كاين واحد الكابينيت اركيتكت كيعدي سيليكسيوني البارح، سميتو مدني اركيتكتس، مدني اركيتكتس. و صعب دير كوا، صعب دير بان غادي يبداو فيه، غادي يبداو الخدمه ديالو التكنو بارك ديال الخميسات. وغادي التكنو بارك ديال الخميسات في الساعه نورمالمون اقل من عام غادي يكملوه. نورمالمون اذا بداو يعني في 1 جونفي غادي يكملوه في ديسمبر. التكنو ديال التكنو بارك ديال لي جون ديجيتال، في ديجيتال في الخميسات. المهمة بزاف حيت حتى الناس ديال مكناس يقدروا يجيو يخدموا، ما بعيدش على مكناس، ما بعيدش على الرباط، ما بعيدش على تيفلت. كاين بزاف المناطق اللي غادي يهمها مزيان، حتى قنيطرة كاع، حتى مولين قنيطرة يقدر يسميتو، حيت كاين التكنو بارك ديال الرباط. إلا باقي بلا في الرباط يمشي يخدم في الخميسات، ويسكن تماك في السيمانة في الخميسات، يبقى يمشي عند الوالدين تاعو غير من السبت للحد، والكرا رخيص في الخميسات. وتفاصون شي واحد مثل انجينيور يعني في لافاك ديال قنيطره يقدر يمشي يسكن في الخميسات ويخدم فيها، ومن السبت يمشي الوالدين تاعو. هذا الشيء عادي. هذه المعلومه الثالثه. المعلومه الرابعه مهمه بزاف. كنا شفنا بان امازون بدا في المغرب وبدا خدم بزاف الناس، وكانوا خدامين في لي سيرفيس ابري فونت وفي الباك اوفيس، خدامين في الباك اوفيس. يعني شحال ديال السلعه كتباع في العالم، لي زانفورماتيسيان اللي خدامين عليها وكيليبريو فيها وكيديروا فيها راه خدامين في المغرب. ماشي ما فيهاش غير لي هوت لاينر، ما فيهاش غير سيرفيس ابري فونت، كاين يعني لافورماتيك ديال لي باز دو دوني ديالهم، فيهم الناس لي زانجينيور اون باز دو دوني في المغرب، خدامين في المغرب. الباك اوفيس كان خدام في المغرب، يعني خدام في ايرلندا والمغرب، لي زانجينيور الكبار يعني خدامين في ايرلندا والمغرب. دابا اول مره امازون دخلت المغرب باش كتبيع لي بروفيسيونيل. يعني الخطوه الاولى اللي بداتها كتبيع البروفيسيونيل، جميع المغربي اللي كيف ما كان كتمشي عند البريد بنك، لا بنك بوستال ديال المغرب، كدير كونت ديال اوتو انتربرونور، وكتمشي لو سيت ديال كليك ابورتي، واحد لو سيت سميتو كليك ابورتي مغربي، كتجبد لابليكاسيون ديالهم، والابليكاسيون ديال هاد لو سيت هو اللي كيدخلك في لي برودوي ديال امازون كاملين ديال العالم كامل، وكتخلصهم بالدرهم واور تاكس. يعني سواء ليك البزوان ديالك نتايا كونتربريز، هذه باش جميع الشركات ديال العالم الا كانت انفيستات في المغرب وبغات شي بياسه، صعيب باش تلقى شي بياسه من طرق شي بازو دوني اخرى. يعني شي بياسه ديال شي شارجور قديم ولا شي بياسه قديمه ولا هذا، كتدخل امازون كتلقاها، كدير غتلقاها، كتلقى شي واحد كيبيعها في شي بلاصه، كتكومونديها كتجيك 48 ساعه كتجيك. ولونتربريز يعني باش تشجع لي زونتربريز ديال العالم انفيستو في المغرب، جميع اونتربريز دخلات عندها الحق تشري اور تاكس، اور تاكس البرودوي ديالها، يعني تشري وتكوموندي ويجي من العالم كامل. خاصها تاثر هذه الابليكاسيون سميتها كليك ابورتي، الى اكسبت غطلب لك الكابيس، غطلب لك الباتنت، غطلب لك لاباتونت، يعني باش تكوموندي. حيت ما بغاوش يبداو بالكرون بيبليك، غادي يمشيو كلهم، غادي يديروا بحال الي اكسبريس، غادي تصدق يعني البرودوي ديال الي اكسبريس. حيت باش انت ماشي شركه خاصك تخلص ضريبه، وما يعرفوش واش تكون ضريبه على حسب شي حاجه ديال الالكترونيك، شي حاجه ديال من غير الالكترونيك، وكاين بزاف ديال الاصلاح الضريبي. حتى الان ما فتحوش لي بارتيكولي باسكو كاين بزاف ديال الضرائب اللي غيتعاودوا، كاين واحد الاصلاح بزاف، يعني غادي البارتيكولي غادي يفتحوا لهم هذا واحد عام ولا عامين، لان دروك بغاو ينقصوا الضريبه على الماكله اللي كانت 10 بغاو يرجعوها 5، وبغاو يزيدوا الضريبه على حسب شي حوايج اللي هي الوزير الوزير يعني كانت 10 بغاو يديروا لي 14، ويعني
وبالنسبه للضريبه غادي يكون في اصلاح ضريبي، راه مثلا ما خرجوش يعني على حساب العام الجاي والعام اللي بعده. داكشي علاش عمرنا في داكشي علاش ما فتحوش لي بارتيكولي، ولكن لونتربريز ديال باي بال لا تاكس، دونك ما عندناش المشكل هذا. اما انت اونتربريز ولا كتمشي عند شي واحد من العائله ديالك عنده كونت اونتربرونور بالباتنت ديالو كتكوموندي، كتكوموندي انت مثلا خمسه في العائله واحد عنده الكونت اونتربرونور هو كيكوموندي وكتخلصو وكيخلص اون بليس اور تاكس كيريكيبير التي في ديالو. هذه امازون بور بينيفيسي دي برودوي امازون دي مونتون امازون وورد يعني ديال اوروبا وديال امريكا الشماليه وديال جميع اللي فين عندهم لي ستوك خصوص امريكان، كاين بزاف ديال البرودوي كاين في امريكا ماكاينش في اوروبا. اذا كتمشي كتاسالي لابليكاسيون كليك ابورتي، كليك ابورتي انستالاسيون ديالها ابليكاسيون مغربيه غراتوي، ومن بعد كتجي تكري ان كونت عندهم كيطلبوا لك الكابيس الباتينتا، دير الباتينتا ديالك ودير لادريس فين كاين لادريس ديال الشي سوسيال ديال مول الشركه او انتربرونور ولا مول الشركه يعني كبيره ولا وهذه مزيانه من واحد الجهه يعني بالنسبه للشركات يقدروا يشروا شي حاجه يستعملوها ويقدروا الشركات يشروا شي حاجه ويبيعوها سكي في لي برودوي امازون. دابا غتلقاهم موجودين في المغرب، كاين الناس اللي عندهم شركات غادي يشريوهم ما خصوش لا تاكس، ولكن كيبيعوهم ليك سواء بار كوريسبوندونس ولا في الستوك ديالهم كتمشي عندهم باش تشريهم غادي يزيد ليك لا تاكس سي نورمال. هو كيريكوبيري لا تي فيا ولكن يعني كيبيع ليك البرودوي كيخلص لا تي فيا. هادي هو دونك هاد المعلومه المهمه ديال سميتو امازون دخل المغرب، هو الدوله الافريقيه الوحيده تخليها امازون. دابا جا الوافقيه مازال اللي بغا يشري شي حاجه من امازون من مصر ومن جنوب افريقيا ولا من كينيا ولا من نيجيريا ولا من المغرب يعني قبل كيفاش كان كيدير كان كيمشي كيفتح ان كونت في شي بارتنير ديال امازون في اوروبا وكيخلص ترونسبور من اوروبا بالطياره غالي. تقدر تشري واحد الحاجه مثلا انت عندك غرض بها شي بياسه شي شارجور قديم شي حاجه شي بروسيسور قديم ما تلقاش كتشري سواء جديد ولا لوكازيون حيت كاين عليهم لي برودوي لوكازيون ديال امازون كتشريه هو كتشري ب 10 دولار تقدر تخلص عليه 30 دولار حتى 50 دولار ديال ترونسبور بالطياره وخا هو غير خفيف وخا هو شي بروسيسور خفيف يعني بغيتي تخدم عليه ولا شي حاجه شي بياسه شي بياسه الكترونيك يعني بغيتي دير شي ماشينه باش تكومونديها كتخلص عليها ديك الساعات 40 دولار 50 دولار ديال ترونسبور وهي كدير 10 دولار. دابا هي با بازون دو سا كدير الكونت ديالك كدير الكونت ديالك كتولي بحالك بحال الاوروبي كيكوموندي شي برودوي امريكان كيجي اكسبريس كتخلص ترونسبور غالي كيجيك يومين ولا كتخلص يعني اما لو بور غراتوي ولا لو بور. شكرا للحضور معنا صباح الخير عليكم. 5 ايام هذه دوك الناس اللي في المغرب اللي كيستعملوا ديجا علي اكسبريس كاين شي حوايج اللي هما يعني لي مارك مزيانين ما فيهمش ترافيك ما فيهمش تراباندو ما فيهمش الاخر كونترفاسون هادو تلقاو في امازون وامازون يعني غادي تقدروا تمشيو وتكومونديو من امازون ديروا غير كونت اوتو انتربرونور وتكومونديو من امازون كومونديو من امازون يعني نيمبورت كيل مغربي كيدير امازون هاد الكونت اوتو انتربرونور كديروا يعني الا بغيتي تستعملو استعملو ما بغيتيش تستعملو تقدر تكون مثلا اوتو انتربرونور هي مقاول ذاتي كتكون عندك لاباتونت كدير اوتو انتربرونور وغادي خدام لافونتاج ديالك الصغار ما يكونش شي شركه اوروبيه لان كيقول لك راه ممنوع تخدم في الدومين ديالك ولكن في المغرب شركات مغربيه كتكون تخدم معاهم وكدير يعني تو ترافي ا طون كونت يعني يعني اون بلوس دي جور سوبليمونتير في السبت والعد دير شي حاجه مثلا مع لي كليون ا طون كونت يعني كتكون لونتربريز ديالك اون طون كو اون طون انتربرونور. المهم بنادم يدير جوج خدمات ثلاثه ديال الخدمات اش كندويو المهمه ديال اليوم هي هذه اما بالنسبه لابل باي يعني ابل باي يعني دابا ابل باي هو كانت جوج ابناك مغربية دخلاتو صافي دي زاني تقريبا شي 4 سنين 3 سنين هادي دخلوا جوج ابناك مغربية كانت دخلاتو البنكة ديال السيارة اش كانت عندها بنكة صغيرة وكان عندها ابل باي يعني والدول الاخرى الافريقية هادو كاين اللي عندهم ابل باي ولكن امازون ما كاينش امازون افريقيا كلها ما فيها ما كاينش دولة عندها امازون وافريقيا كلها ما كاينش دولة عندها ايكيا ما كاين لا جنوب افريقيا لا كينيا لا جزائر لا مصر لا تونس لا نيجيريا ما عندهمش سميتو ايكيا مصر. دابا علاش اهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا لكم شكرا
على الحضور البارح في القناه ديال بدر مفتاحي اللي كان حيي على المبادره ديالو. هضرنا شويه والمهم التحفيز و تحفيز المواطن وهذا لوبجيكتيف ديال هاد دائما هاد المراسلات ديال الصديق ديالي الدكتور الدكتور اكس باش نبينوا المغاربه ان المغرب راه غادي بسرعه راه فايت المواطن المغربي. المواطن المغربي خصو يدارك خصو يلتحق بالدوله ديالو، الدوله ديالو ركبت في القطار ديال التنميه. والله الا حقيقه هذه بالله كاين اللي ما كيتقبلهاش ولكن لو ماروك فا تري فيت والمغربي ما راش عارف. راه بزاف الامور كنجيبوها غير باش نبينوا لهم الناس كاين الناس راه ماشي الغالطين فهمتي حاقرين بلادهم مصر. الناس كي غالطين مصر فيها لا مارك ايكيا ولكن كيبيعوا لك غير الكيسان وسميتو كيبيعوا لك غير الكيسان البصل عندو انيكيا ستور ما عندوش انيكيا ما عندوش اون فري بير ماشي ايكيا ما كيبيع لكش الناموسيات و جيت تشوف ايكيا ديال كازا قداش عندهم شحال من ماركتو قداش عندهم انيكيا ستور عندهم واحد استوك كتكوموندي في الانترنت وكتمشي كيعطيك الكيسان ديالك كيعطيك التواصل ديالك كيبيع لك غير التواصل ديال الكيسان عندهم انيكيا ستور. شوف لا ديفيرونس اونتخ انيكيا ستور انيكيا ستور هو بحال هذاك لي بوب اب ستور اللي كانوا كيديروهم ايكيا في سونت كوميرسيو في راس العام في المدن اللي ما فيهمش. ف من العام الاول اللي بداو كانوا كيجيو في راس العام كيجيو المرجان ديال طنجه والمرجان ديال وجده كيديروا واحد ان بوب اب ستور يعني اشهر كيجيبوا لي كورديناتور كيجيبوا لك التصاور والكتالوج كيقولوا لك الكتالوج سميتو كتشوف الكتالوج كتشوف الادمينه كتقول لك تمشي عندهم كتقول لهم بغيت تشري هذا كيجيب الاورديناتور ديالو لو فوندور كتشوف الكتالوج كيشرح لك الا بغيتي تشرح شي حاجه وديك الساعه ديك الشيء اللي كوموناتي كتخلص لك كارت بلو وكيليفريو ليك كتخلص على ليفريزون. هذا في مصر عندهم هاد المساله بحال هادي ما عندهمش ان فغي ايكيا بحال المغرب عنده جوج دي فغي ايكيا كتمشي كتشوف حاجه كتوشيها واش بصح ديال صحيحه ولا هذا كي مدير اللون كيعجبك عاد كتمشي تكوموندي اولا كتمشي كدي في يديك وكتشري. عندهم انيكيا ستور ما عندهمش انيكيا في مصر افريقيا كلها ما فيهاش ايكيا ودابا حنا ماشي غير ايكيا كاينه ايكيا وكاينه كيتيا ايكيا جيون هادو كبار هادو راك دونك ايكيا ودابا كيتيا دخلت يعني نيجيريا ودخلت سميتو الاخر كيما سميتها كينيا وكاين اون بليس دو سا كاين راه كاين ريش بوند وكاين دوريدول وكاين عاوتاني هذيك الشركه الامريكيه اشلي اشلي هوم ستور تا هي راه كبر من ايكيا هاد اشلي سميتو دخلتها سميتو كيتيا الكازا كاينه اشلي هوم ستور والعام الجاي ان شاء الله غادي تكون واحد انيكيا دانوا تكون واحد ان جروب دانوا سميتو جيسكا غادي يدخل المغرب غادي يدخل المغرب الدوله الافريقيه اللي غيدخل ليها هي يعني بالنسبه ل لوروتيل كيسمو لوروتيل لي كونت سيرفاس كيسمو لوروتيل بالانجليزيه دونك بالنسبه ل يعني راس العام هو هذا المعلومه انا بالنسبه لي اللي هي مهمه بزاف هي المعلومه ديال امازون كيدخل المغرب ما كتبقاش في الحبس راه الناس ديال الشمال باش يشريو حاجه في امازون الناس ديال تطوان وديال الناظور واش كيديروا كيمشيو ويدخلوا عندهم ايليميتي اونتري سورتي ايليميتي سميتو باش يدخل سبته ومليه كيدخلوا سبته وكيكومونديو من تماك في امازون يعني كيكومونديو من دارو من تطوان انترنت وكيدير ادريس ليفريزون في واحد ان سونتر دو ديبو يعني في لاكار ولا في لاكار روتيير ولا في شي مونيسيباليتي ولا شي حاجه كيكون ان سونتر بالكود كيكومونديه كيقول لك راه وصل كتمشي كتسد الطاكسي كتمشي ولا كتسد البيش كتمشي سميتو كتمشي تدخل سبته كيقول لك بلاصه فين ليبراو وكتدخل الكود ديالك وكتجبدو من واحد سميتو الاخر ديبو كاينين هنا في كازا بزاف وكتفاليدي كتفاليدي بان تو غوسو لو برودوي كاينين هنا كاينين روبا كاع الناس ديال تطوان والناس ديال الناظور كاينين كتجي بحال هكا باش يشرو على امازون دابا هي با بيزوان هي با بيزوان الناس ديال كازا يشرو على امازون خصهم غير يشريو لابليكاسيون كليك ابورتي حتى الناس ديال الداخله وديال العيون وديال اكادير يقدروا وديال فاس يقدروا يكومونديو لي برودوي امازون في هاد لابليكاسيون هادي وبالدرهم اون بليس موان شير دونك بالدرهم وور تاكس الا كان عندهم كونت ديال سوسيتي. هذه هي المعلومات ديال الربعه ديال اليوم والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا شكرا. هو الهدف من هذا الشيء، الهدف الشيء واخا دابا هذا الشيء كان اللي بان ليه خصنا مع المواطن المغربي نحفزوه، نقول له بلادك راه واصله، انت ما فراسكش هاد الناس اللي كيقول لك البلاد وهاد العدميين وهادو اللي كيكريتيكي، وكنجيبوا لهم هاد البروغرام هذا يوميا يوميا، المغرب شنو حقق وشنو شنو دار، لي تخيك اللي بنادم ما يرد لهمش البال واللي ما كاينش في الدول الافريقيه. وواحد القضيه وبركه من المقارنه مع الجزائر، الجزائر دوله ستاغنا، الجزائر مشات فرنسا لالجيري روفوني اون اغيير، رجعت للمويان اج، ما تبقاش تقارنوا بالجزائر والله العظيم، وما تقارنوش مغربي بجزائري، نيفو دو في نيفو دو في كومبليتمون ديفيرون. هذه نصيحه انا ما فهمتي، هذه نصيحه نقولها لكم، كونسونتريفو قلبوا شارشو، كان دي سيت كان لو ديس كان لو سات كاين بزاف، قلبوا شنو كيدير المغرب، شنو هما الامور اللي كتدخل المغرب جديده اللي كتتماشى مع العولمه مع لا مونديالايزاسيون مع لو كوميرس انترناسيونال، واللي داخله في اطار السرعه. المغرب راه غادي بالسرعه العالميه، راه مواكب الحضاره، راه المواطن ما راكش البال هذا الشيء، باقي ندار مع خيزو ماطيشا وكيدوخوه وداك الشيء، راه المغرب راه مشى لانوتر موند، راه ماشي تقول لك المغرب ديال، ردوا بالكم، هاد الناس راه كيطنزوا عليكم كيضحكوا عليكم، والله كيطنزوا عليكم يقول لكم اش دارت هادي، اش دارت الدوله، اش دارت كذا، راه كيكذبوا عليكم، راه كلشي راه خدام، الناس الرجاله ديال المغرب والنساء ديال المغرب معقول راه خدامين، كل واحد راه كيدير المردود ديالو في هاد البلاد، يقولوا لنا هما شنو عطاونا، هاد الناس اللي كينشروا السلبيات نتحداهم يعطيونا شنو عطاونا، كاسكيزون برودوي بوغ لو ماروك، اش عطاو للمغرب؟ راه ما عطاو والو، الهدف ديالهم هو المواطن يبقى حاقد، لأن المواطن مين كتقول ليه فلان شفر وفلان دار وفلان دار، اشنو عطيتيه؟ شنو هو لو ريزولتا؟ كالي لو ريزولتا؟ أنا كنبغي بنادم يهضر بلو بيلون بلو ريزولتا، أما باغلي بوغ باغلي، تهضر باش تهضر، نو فو غيان دير. عطيني لو ريزولتا، عطيني لو شيفر، شنو حققتي؟ شنو درتي؟ تا كي كتشد نتايا خديتي الشعبويه والشعبيه مع الذباب ديال الجزائر وديال اللي انهم كيحاربوا المغرب، وكتبقى تمرر السموم ديالك تحقد الشعب المغربي، قولي له باش تحفزو وتقول لي كيما قال لك دابا هاد امازون كاين اللي حقرها، ياك امازون انت تولي امبورتاتور غير بالفن، انت تولي امبورتاتور غير بالفن، امازون تاخذ السلعه اللي بغيتي من اي دوله تشريها اللي فيها امازون، دير لابليكاسيون كليك ابورتي، انت وليتي اونتربرونور وليتي امبورتاتور وليتي مورد وربما مصدر من بعد، تولي تشري السلعه اللي عجبتك وتبيعها في المغرب غير بالفن، تشوف لي كوموند تقول تبريزونتي السلعه ديالك غير في اي كوميرس غير في السيت ديالك، تقول لهم عندي وعندي 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 دير لاباتونت ديالك ودير واحد لا مارج بينيفيسيار صغيره ديالك، وانت كتبيع وتشري، انت وليتي كوميرسون بلا ما تسافر لا للشين شينوا ولا الهند ولا تايوان ولا وين، هذا غير ان اكزومبل غير اكزومبل، راه كاين ما يدير في هذه البلاد عباد الله، راه كيجي البراني كيستغل هاد لي كونديسيون اللي عندنا، راه كيبان ليه راه في النعيم في النعيم، والمغربي باقي ملصقين ليه مطيشه غلات خيزو، اوليدي انا راني شريت غير واحد جوج مطيشات، اوليدي انا راني كيجيبوا هذوك بالعاني كيعطيهم فلوس 20,000 فرنك 200 درهم ويبغوا يشوهوا البلاد، وبارك عليهم الغو، خوتي خواتاتي المغاربه، خواتي المغاربه قولوا لي، خوتي المغاربه قولوا لي، هذا كي جاتكم هذه؟ هذا راك باني في الملك العمومي 800 متر باني فيها، يلا ايوا شكون يقدر يهضر معاه؟ ها؟ شكون يقدر يهضر؟ والله ما يقدر يهضر مع حتى شي واحد، خوتي المغاربه هذاك راه ما خلصش الضريبه ديال، يا ودي اش قلنا هذاك الشيء احنا اش عندنا ما نديروا به؟ اش غادي يعطينا؟ ها؟ مين كتقول لينا هذا بنا فوق الملك العمومي وهذا دار فوق هذا اش غتعطي للمواطن؟ مالو المواطن؟ مالك المواطن دخل لي هاد الهموم؟ ها؟ شنو؟ كالي لو ريزولتا دو سي ما احنا ما نقولوش كاع، نقولوا ربما دي فيغيتي كاع، نقولوا فري، نقولوا ان شي واحد نافذ عنده سلطه نافذه بنا في الملك العمومي، اش غيستافد المواطن؟ هاد الخبر اش استفد منه المواطن؟ وبداك الاسلوب ديال خوتي المغاربه ايوا كيفاش بان لكم هكذا؟ والله كون كان شي واحد هذا والله ما يدير، والله غير يبوها لي فوق راسو، والله يديروا لها فوق راسو، المغاربه راه بناو البراك، راه استاد منو البراكه اللي تبنات؟ ما
مالهم ريبوهم اليوم حرقوهم اليوم عطاهم سكن راك تبقاو تخربقوا علينا تخربق علينا خوتي المغاربه الديون العموميه خوتي المغاربه البنك الدولي راه كيتسال لينا وانت غتخلصوا انت انت غتخلصوا ولا غايقولوا المواطن يجي يخلص لنا الديون ديال البنك الدولي ها هادشي نو ساغا غيان ديتو هادشي اللي كيقول لكم هادشي بعدو منهم ما تصنتوش ليهم سير تصنت لا بغينا بدختي سير تصنت للعيطه ولا تصنت للمرساوي ولا تصنت ولا الحسين السلاوي ولا تصنت داكشي وانشط مع راسك ها تصنت الميكروبات هاد الميكروبات هادو كيرميو عليك غير الياس والبؤس هادو دي ميكروب هادو والله الا دي ميكروب بالله الميكروب هادو دي فيروس وما يلقى ما يدير لك السيارات شوف خوتي المغاربه المسؤولين عندهم سيارات ها شحال الثمن ديالهم ها التوتال ها شحال دارت الميزانيه ديال السيارات ها انو ترنك في حالاتك العالم كلهم دايرين لي فواتير دو لوكس هذاك كيتسمى كيتسمى لو كونفورميزم والفورماليزم اه اشنو الشكليات عند دابا دابا تبغيتي تا الوزاره تبقاو بلا طوموبيلات راه الهيبه راه الهيبه كتشرب كاين لي غير البيتي ستار غير ان بيتي ستار يغني غير الواي واي داير جيبوه في الليموزين ولي غارد كور والروينه الكحله تبارك ما ديروا دوزوا المغالطات وتخدروا في الشعب وتكذبوا على الشعب حفز الشعب قول ليه خويا المغربي راه كاين ما يدار بلادك راه كيجي البراني كيضرب الجميله ما تتبعش هاد السلبيين راه كاين ما يدار سمعت حتى انا نتحداك انا نعطيك واحد نعطيك واحد المثال نعطيك مثال دخل الارتيكل دخل لي سيت ديال السلعه اللي كيبيعوا ولا كاع كنتي للدار البيضاء او شي بلاصه في شي مدينه شي البلاصه اللي فيها الكرو اللي كيكون فيها الكرو ودور على الحوانت اللي كيبيعوا الكرو وجيب الاثمنه كاملين وصورهم كل ارتيكل صورها كل ارتيك صورها ياك هادوك لي زارتيك صورهم كاملين وقيد البري ديالهم وخد التليفون ديال التليفون ديال مول المحل قول لي انا باغي نخدم معاك غادي نبيع لك السلعه ما تعطيني ما والو غايجيو يخلصوك هنا ما كان حتى مشكل قبل ما ناخذها غادي نخلصها لك قبل ما ناخذها غادي تاخذ التليفون ديالو وغادي تاخذ كاع ديال التليفونات ديال هادوك ومازال نوريك حوايج اخرين كاع وغادي دير السيت ديالك فوندور ها برودوي ديفا تبيع اي حاجه الخرقة البروسا الصباط التقاشر كل شيء تبيعه كلينكس كل شيء الزيت اي حاجه برودوي اليمونتير اي حاجه بحال ليفرور وانت راك غير انترميديير راك غير انترميديير ديرهم ايوا ودير سير قلب على شي موتور غير بوحدك تخدم غير بوحدك ايوا بخاتك يجيوك لي كوموند جاوب عطيهم الرونديفو وقتاش توصلهم سمعتيني في الاخر تبدا بموتور تولي داير كونغو شويه تقلب على واحد اخر يخدم معاك عطاك اكزومبل بغيتي كاع ما تتحركش من بلاصتك ما تسافر ما والو ما تمشي حتى البلاصه انا نعطيك حل واحد اخر يلا تمشي دور الدور جيب الحرايفيه ندور عند الحرايفيه نجار هذا بحال سوسيتي دانتيغيم سينديبات شتي سينديبات قداش بحال سوسيتي دانتيغيم كتمشي تقلب على بلومبي سودور نجار قباس ماسون فايونس دور جيب كاع العناوين ديالهم التليفونات ديالهم كاملين وبزياده ماشي واحد زوج وتلونسي لي ترافو ديالك اونتربرونور ترافو ديفير اللي بغى شي خدمه بريكولير نديروها ليه اللي بغى شي باب اللي بغى شي باب اللي بغى شي سرجم اللي بغى يصاوب الطوموبيل عندك حتى لي ميكانيسيان اللي بغى اي حاجه وانت راه عندك لي كوردوني ديال الحريفيه عندك ماشي واحد ماشي كل حرفه عندك فيها 7 8 9 كتشد الخدمه فوالا كيقول لها راه جاي عندك الميكانيسيان فلان الفلاني كتعيط للميكانيسيان كتقول لي سير بلاصه فلان الفلاني صوب السيد الطوموبيله ديالو شحال تاخذ من عنده
ترى عندك لا مارج ديالك تما كمعلم حلال ماشي سمسار ولا شي حلال تيزان انترميديير والخدمه انترميديير خدمه مشرفه خدمه مشرفه راه غراسو انترميديير كل لي زافير مارش بلا لي انترميديير حتى حاجه ما تمشي لي انترميديير هما اللي كيحركوا التجاره هذا غير اكزومبل كنعطيه لك هذا لا بغيتي ما تبوجيش اما انا مشيتي تعلمتي الصنعه ما قدرتيش تقرا وتعلمتي الصنعه وكنتي ذكي تبدا بريكولور شويه دير لونتربريز ديالك ويجي يطلعوا عليك بقى بحالك بحال هذاك اللي خرا ولا اكثر منه تفوتو لان كانوا كيعطي واحد الامثله واحد الامثله بكري قال لك واحد الاستاذ تلاقى مع واحد القزار في القهوه قال لي اهلا انت الاستاذ ديالي والله غير تبركوا تشربوا القهوه كي جاوا يخلصوا بقى يقلب في جيبو الاستاذ ويجبد القزار باكيه ديال الفلوس يقول له الحمد لله اللي ما قريناش هادو نكت سلبيه هادو نكت سلبيه هادو اكسبري ما كاين لا قرينا ما قريناش هذيك القزار راها مهنه راها حرفه واستاذ ومعلم راها حرفه سمعتي سي تان ميتي ها سينرجي اللي يدوي لكم عليها الاستاذ ها اخر ما انجز من السينمات في العالم ها المغرب ديما الاول شتيها ها انت فوتر نوفو سينما كومين سون ها هو هذاك قريبا داك شي خيالي قال لي يجي يجيب لك خبر يقول لك وقعوا راهم داروا ويبقى يهضر معاك هذاك راه ما باغي لك الخير هذاك هذاك باغيك باغيك تبقى مكرز ها مكرز تبقى مكرز ها معصب البلاد مشات والبلاد ما كاينش كاين حتى شوف الطوموبيلات كيتسارا وما كان غير الكات كاتات كاين غير الطوموبيلات الجداد ما كان الناس راه كتخدم الناس راه كتخدم وراها تايقه على انه كاين ما يدار ادخل هاك وهاك ادخل هاك وهاك هما خدامين كي خدامين يجمعوا غير برودوي اروسيكلي تعلم شي عرفه صاحبي تعلم تبيع وتشري انا كان عندي واحد الخدام عندي في الكلوب كان يبيع ويشري كان اعطيه الوقت كيخرج شي بريكولات اختصاصي في الروتروفيزور وهذا الشيء هذا واقع هذا كنكون واقع هذا غير هذه ما هذه ثلاث سنوات جا عندي بغيت ندير قال لي بغيت ندير مقاول ذاتي قلت له قال لي شنو باغي دير قال لي باغي نخدم في هذا الشيء لي زاكسيسوار ديال الطوموبيل سيرتو لي روتروفيزور قلت له دير مقاول ذاتي سيكري ما حالو لا بونك تعطيك فلوس وتعطيك بدا كيدير الوراق ديال المقاول ذاتي وخرج صافي دخل الامور كان جمع شي فليسات من السالير اللي كنعطيه بدا كيبيع وشري مابقاش يجي للخدمه صافي كيجي يطلع عليا لاباس بخير حتى كيبيع ويشري وثلاث شهور ربع شهور ما بقاش باغي الكريدي كاع من لابونك وما بقاش باغي المحل ولا كيخدم مع المحلات لي بياس وكيليفري وكيدور الطوموبيلات كيدور عندهم وكيليفري لهم وكيركب لهم راه ها ودار لاباس ومازال غادي يطلع ها شرا الدار شرا الطوموبيل شحال هادي عامين او ثلاث سنين علاش ما كان لا قرايه لا والو كيعرف يركب الروتروفيزور كيعرف يديمونتي كيعرف يصلحو وكيعرف لك العبار ديالك الريفيرونس يعرف يتقدها لك من لافيرا كذا كي اللي باع لي شي حاجه من لافيرا كيديه المقاطعه كاين اللي قال انا توريته قلت له شريتي شي حاجه اوكازيون اي حاجه اوكازيون ديمو لها كتب معاه في المقاطعه ما بغاش يكتب معاك ما تشريش ما عندك ما دير داك الربح تو تافي نورمال هذا غير اكزومبل صغير هذا غير قدام عينيا مؤخرا ها مؤخرا ها هو نعرف اللي مثلا نعطيك اكزومبل واحد اختصاصي في لي بوي في البير دابا اليوم البير ولا بزاف الدار البيضاء كلشي ولا كيدير البير اغلبيه اللي كيبني شي ايمابل ولا شي فيلا ولا راه كيدير البير لتحت دابا ولات ظاهره في الدار البيضاء وسير هضر مع اللي كيصاوب يصلح لك البير قول ليه الله يزيدو غتعلم دابا الكتريسيان سبيسياليتي في لي بومب الماتيريال قول لي شحال هكا دير معاك هذا ديال المعقول تاع بنادم السوريين هنا داروا حاله كيحفروا البيار وداروا حاله داروا الملايير هما الاولين بنادم شويه يكون بنادم شويه يكون
يكون عنده الدراع يكون بارك كم ذاك البكاء بارك مازال الأرملات الأراميل المعوقين هذول الله غالب الدولة خصها تكفل بهم الدولة خصها تكفل بالأراميل اللي عنده دي تروب نورولوجيك اللي عنده تروب بسيكاتريك اللي عنده إعاقة جسدية اللي عنده هادو إيه هادو معذورين هادو معذورين المكفوفين ودابا المشكل حتى المكفوفين دابا البراي وكل شيء ولاو لي موايا باش يخدموا راه لا ستيفي ووندر لو غران شونتور ستيفي ووندر كيشوف راي ريتشار راي ريتشار لو بلو سيليبر لو بلو سيليبر ديال البلوز المودي بلوز وحتى لو روك لو بلو سيليبر راي ريتشار راه ما كيشوفش راه مرض معينيه مو ما خلات بدرت به وما تخو حداه لا تفرجوا الفيلم ديالو خوه غرق في غير في السطل كيشوف فيه ميت وما باقي صغير مو كدور به ما صدقش القرايه كيقرا مشى داتو يتعلم لا ميوزيك داتو يتعلم البيانو مو علاش نقول لك العائله هي اللي كتخلق لنا سواء الميكروب سواء الخير سواء البوزيتيف النيجاتيف راه العائله اللي كتنتج العائله اللي زيرو وحاقده اولاد وطلق وكي تقول لي اللي ما عندوش فلوس ما يولدش وانت راه شي يديروا لك ولا انت ملحد وانت ما عندك فلوس ما تولدش ما عندك فلوس ما تزوجش اش تزوج ما عندك فلوس ما تزوجش اه ما تزوجش اقول لي ملحد ولا شي حاجه تخربيق هذا ها خصك ما تزوجش يكون عندك فلوس يكون عندك الدار سمعت فين تسكن مشي داير براكه وتزوج ولد الدوله غتعطينا دار حتى الدوله تصرف البشر اللي بنا براكه تحرك ديك الساعه تحيد ديك الساعه اللي فات مات القديم حنا ندوي على دابا تمام باغي والدين كمل الدين كمل دينك اش مدينك زي السبات انت باغي النكاح والسكاح بلا خدمه بلا والو اش بدك كمل دينك انت ما نهضروا المعقول بنادم تهضر معاه يقول لك هذا ملحد تحديد النسل اوبليغاتوار ما عندكش لي مويان ما تولدش هادشي اللي نعرف عندك صالير ديال 4 دريال ما تولدش على كل واحد برزقه الا كانت عندك لاباز الا كان عندك واحد ديبار زوين اييه تبدا خدام ربما تطلع ربما تولي اونتربرونور تولي هذا وتقول حق هذا من نهار يتزاد عندي هاد الولد وانا لاباس ها ولكن انت راك خدام اما ما عندك والو نشبر بلش وبارك تبزز وطلق للشارع والحباسات عامرين والسيلونات عامرين المحاكم عامرين ضربة مع الجيران وضرب الطوموبيلات سيرت لها دخل شي جروب ديال لي سيبورتر ديال الكرة دخل وسط منهم ورونها المشاكل جاية من الحاسقين وانا هضر المعقول اغلبية ديال المشاكل من الحاسقين والحاسق بعد منه راه الحاسقة كتعادي لا ميزاغي كونتاجيوز ما يعطيكش الطاقه سال الايجابيه ابرك مع اللي عنده طموح اللي لاباس كاع اللي لاباس عليه عنده طموح والله الترفيحه والفلوس ما كتجي هكذاك بالله شتي انا كنقول لك كاين ما يدار في المغرب سبحان الله العظيم بنادم ما كيعجبوش الحال تا كتعطيه ليكسبيريونس ديالك كتقول هاد التجربه ديالي جو سوي غران بير انا راني جد وكنشوف ولادي ونسابي اللي كيفاش بداو وكيفاش طلعوا وما كاين باك صاحبي وديك الهضره الخاويه كل ميور الا كاين باك صاحبي تفاداها نتايا بغيتي تفادى باك صاحبي كل ميور سي تي لو ميور تي نا بير دو ريان صافي واخا يكون باك صاحبي انت الاول غادي يديوك يديو معاك باك صاحبي داكور راه اي فرقه في العالم تلقى فيها واحد اللاعب ضعيف كيقولوا باك صاحبي ولكن اللي واعرين وهذوك اللي داخلين بدراعهم واللي عندهم الركابي وعندهم الانتيليجونس ديال اللعب هذوك كيغطيو عليه وكاع اللي كيدير باك صاحبي كيكذب كيقول لك باك صاحبي لا بالعكس تولي ريكروتور دي موند في كوره ولا في اي حاجه الى ريكروتور شي واحد مع عائلتهم ولا شي حاجه اش كيديروا كيدخلوا الناس اللي واعرين اللي يغطيو على هذاك الديفو ويبان ما يدوم غير المعقوله وليدي انا هادشي كله كنقوله لك
كنقول لك بلادك المغرب راه ماشي اوروبا، ولكن راه الحي العيشه فيها احسن من اوروبا مليار مره. تخبط راسك مع الحيط كاع، لا تيقني ولا دير لي، انا ما طالب منك والو، فهمتي؟ وما عجبك الحال كاع ديزابونا، ما تدخلش عندي كاع، ما تشوش فيا كاع. ايه راه كنقول لك الواقع، انا راه ماشي انت كدير تهضر معايا تقول لك ايوا سير المغرب العميق، وهذاك المغرب العميق شكون اللي ردو عميق؟ راه العقليه العميقه كتخلق المغرب العميق. خويا انت راك في هاد الدوار ما عندك لا ربح لا والو، علاش اخويا باقي متشبت بالجبل والحجر والشجر؟ خرج طلع للمدينه وتعلم شي حرفه الا ما قريتيش. اما لا قريتي من الدوار، نعطيك دي زيكزومبل، انت فوغالت فزوان ولاد ميمون، هادو مناطق منين جاي هادو مناطق منين جاي منين جاي القجع؟ ها منين جاي القجع؟ القجع منين جاي؟ وغير هو ها غير هو منين جاي؟ نجبدك الاسامي منين جاي، من دواور صغيورين ها مناطق كتقول انت ماشي عميقه مدفونه وخرجوا منها العباقره. هذا راه هذا تبرير الفاشل اللي يقول لك انت كتصور لينا كازا، روح صور لينا. اش بغيتي نصور لك امك وخالت امك وخالت باباك يمك، يا الكنوس يا المناحيس. راه العمق هنا والتخلف هنا، اللي ما كيعطي راسو قيمه راه ما تجيه قيمه، كيقلب يمين يدوز لك وراح صور لينا الكاريان درتو هنا ولا درتو الدوله؟ ها راه الدوله متساهله خلاتك دير الكاريير، ما تريبوا لباباك اش داير ليا كاريان هنا؟ تواطؤ السلطان مقدم والقايد وكذا وطلق الكاريانات، ها ما الكاريان درتو الدوله؟ قلت لهم ديروا كيكونوا اختلالات في القانون، وبنادم كيلقى السيبه مخلي العروبيه لبلاد ومخلي الكذا وجاي في المدينه يقول لك ندبر على راسي نبني براكه. نهار كيقول لك حاسقين ما عندهمش، نعطيك واحد المثال، الناس كتقول لك حاسقه ما عندهاش، يقول لك الريال ما عنديش. نهار اللي سمعوا البناء العشوائي في الشيشان، دوار كله عشوائي، مشيت الهراويين في كازا، وحتى الدراهم طلعوا في البلاصه، اللي عنده 10 اللي عنده 8 اللي عنده 12 اللي عنده، وفي ليله واحده وتبنات مدينه عشوائيه، مدينه الشيشان، وفي ليله واحده كنقول لك في ليله واحده بانوا الفلوس. انا كنقول لك انا الواقع، شتي تقول لي انا واحد يقول لي سير صور هنا ولا دير هنا؟ رحنا طايبين، المرميطه ديالنا تحرقت من التحت، الطاجين محروق ما بقى فينا ما يزيد يطيب. سمعت هاد البلاد هادي خويتي معطات اللي عرف ليها يعطيه، الناس كيدعيو غيب ما كانش. قال لي تبرك معايا يقول لك ما كانش، مرن كام قوده حاشاكم يقول لك شي حاجه، اعطيه اتساع بعد منه وما تجيش تسلم عليه من بعيد، اللي يقول لك بخير لاباس يقول لك والله لا بخير، البارح كنت درت واحد لافير عرفتي كي دايره، ويلي تلاقيت مع فلان، هذا ربحت معاه، هذا درت معاه، هذا درت معاه، هذا كيفتح لك الامال. وهذاك اللي ضرب الطم وكل سوي قلتي البلاد وكل شوي يدير ما كاين والو، هذا ما تسوى تسوى انا ما كاين دير اخوك بغيت انا ضرني هنايا ضرني هنايا طبيب الرونديفو ديال 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 مالك اخويا علاش؟ ها؟ لما انا قلت لك تقول لك ما كاين سباق والو ما انت لحال حتى تشوف هاد البلاد هافته بلادك احلى ما كاين والو ما كاين الضرائب والمشاكل بعدو من هاد القوم هادو بعدو منهم تفو القنوس هادو هما اللي خرجوا على الشباب تلاقى مع صغير يقول لي امشي نتبوق باش ننسى هاد البلاد كحلا نمشي نتكمى ونتبوق وندير اش بقات لي الله يجيب لنا شي حرقه تشا تشا كاين تشا ما تشا 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 والله العظيم انها مصيبه بالله شمالك يا صاحبي تشمالك شما كيف هاد البلاد تشير شمالك تا خويا هاد البلاد اصاحبي اش حرق تشير حرق
شرع الاوروب تاع الله يا العادم لم يضحك ولم يبكي وحق الله العادم والله يا اخويا عشان نقول لك والله الا داك الشيء راه عفوي بالله صاحبي هذا الشيء راه كيمرضوا شوف بلاد كي دايره صاحبي تقول لها تبون شو قلت تبون قول لها شوف تبون كي داير الدنيا هنا شوف شو السيد راه كينقينا شو الزناق شوف تبون شوف شوف كيقول لك تبون يبقى يخلع فيكم ويدير لكم شوف 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 هذا اللي قايسي هذا الخدمه شوف شو الخدمه النقيه شو البلاد هذا راه مغرب صاحبي واش هذا ما فين راك شوف مازال البنيه كيطلع شو القروات وشوف شوف مع راسك شوف الطريق هنا راه كاين ليها وداك اون فاس لو غرون مول كيما مشيتي كاين مول وكاين غادي يقول لك سير المغرب العميق وانت راك عميق عقليتك عميقه حتى قال لك سي يوسف قال تي سي كو لي روم اللي كاين في فرنسا كي فيان فيفغ دون لو كامبمون دي كارافان ان فرانس اي باراك سون ديمونتي اي ديمولي ان دو موا ابري ديسيزيون دو جيجمون تريبين اه احنا هنايا كيبني لك براكه وكيريبوها لي واه خويا واحد البلاد نقطع الباسبور لوحونا في البحر ما تخليوناش هنايا احنا ماشي مغاربه واش حنا ما نعيشوش واش حنا هادين وعباد الله سير اوليدي سير تقعد مع راسك حنا راه بدينا بالكرا كرينا وكرينا كاع كنا كيخدمنا كرينا تعاوننا على دار ها كريت انا مع جوج اساتذه في الاول مع جوج اساتذه كرينا الدار ومن بعد البريمير اني في لي 3 بريمير موا لي 3 بريمير موا تفارقنا كل واحد مشى شد الدار ديالو غير عرفنا البلاد انا عرفت لي بريكول عرفت شنو غادي ندير عرفت لي زافير عرفت البيع والشراء والاخرين عرفوا الدروس اضافيه والمسائل الاخرى مشاو كل واحد شد دارو كرا ما كانش ديك الساعه ما كانش البيع اليوم راه صاحبي كاين البيع بوالو تجيب غير لا كارت ناسيونال وتشري دار البكاو الشكاو اليوم راه كلشي موجود كلشي موجود اصاحبي انت جرده بالكوتا كوتا راه يطلع الكازون شي اللي شتي انت هو تشوف الكوتا كوتا شوف اه بلاد ما حامدش الله اش تقول لي ها هذا خدم ها ها هو دا تريبورتر ها انت ها الزباطة ولا البنان هاي شي نخدم على راسك سير الصباح نتوكل على الله واليوم راه ولات البيع والشراء ساهل برودوي كاين بنادم ولا كيخدم كاينة كونسوماسيون كون ما كانتش كاينة الفلوس وما كاينش كونسوماسيون هاد لي فرونشيز اللي عندك كاع ما يدخلوا للمغرب اللي قال لك حيدوهم اللي كيبينوا على ان المغاربة راهم بخير قهوة كيشرب قهوة ب40 درهم ديال ستارباك وكيضرب ميني ساندويتش ب70 درهم بيك تيستي ها انا كاين العاقه الاجانب عايقين بلي المغرب فيه الدراهم فيه السوالده كلشي كيهرب للمغرب العالم كله ما يهرب للمغرب ومغربي كيقول لك راه وهذيك ديال 10 المليون اللي غادي يعطيو اللي باغي يشري الدار نتمنى يعطيوها حتى للجاليه المغربيه لان بالنسبه ليا انا الجالية المغربية راه ما خدامش اصلا اي ما خدامش لانه الا درتي ليه الرسونسمون في المغرب ما كدير ليش فاش كيخدم كدير مغترب في اوروبا ها ريسورتيسون ماروكان اترونجي حتى هو عنده الحق في هذيك 10 المليون الا بغى يشري سكن ديال 30 مليون حتى الجالية المغربية يجي حتى هو يشري دار يدبر على راسه سمعت يشري دار يدبر على راسو ياخذ 10 المليون تا هو راه 1,600,000 اللي حطوا الطلب ديال ذاك المليون 1,600,000 مغربي اه جيت هو ياخذ حقه لانه هو في اوروبا راه خدام ما مقيد هنا لا في ليجيار ولا في لا في ليار ولا في باطونت ولا في والو ما خدامش
ما عندوش ان غرون سالير، الا ما عنده السكن ولا عنده السكن، السكن يشري لولدو عنده 18 عام ولا 19 عام ولا 20 عام يشري ليه، ولا هو مرتو عندها الدار هو ما عندوش يشري هو، ولا هو عنده الدار في سميتو مرتو ما عندهاش يشري لمراتو. مزيانه سيدي، ماشي غادي يسرق واخا غير يكريها، تعاونوا على الزمان، عادي هادشي، عادي ماشي تلاعب مع القانون. الجاليه المغربيه معتبره ما خداماش، لانها ما محسوباش في المغرب، لا في لاسيناساس ولا في لاميتيال ولا في الضريبه ولا في ليير، لا كاينه السيبه في البلاد. هذا الشيء كنقول لك راه ماشي السيبه، راه قانون. الجاليه بالنسبه للناس ديال الجاليه المغربيه، بالنسبه لي انا ما كاينينش في المغرب، ما ساكنينش في المغرب، ما عندهمش الشغل في المغرب. ها الا كان خدام في اوروبا الله يسهل عليه، نزيدوا انا ديك 10 المليون تحفيز ديال نعاونوا في السكن، الا كان باغي يشري سكن. انا دابا حسبتي في اوروبا راه الفلوس كطيح من السماء ولا كيفاش؟ راه هنا تقدر تجمع 10 المليون في اوروبا ما تجمعهاش، الله يجيبك على خير، وفي كندا والامريكان وعندك تغلط. هاد العفاريقه راهم دايرين حاله، واعينا ما ندويو، وراه هذاك واحد اللي هي داك الفروج الفوقاني راه وريته لكم، واحد 6 سنين هو كيهز واحد البيبي، هو يطلب به 6 سنين، هو كيطلب به بحال واش هذاك البيبي ما يكبرش 6 سنين كيولي يتمشى، مابقاش غير يتهز، دابا كيكري الدراري وكيجي يوقف. يلا اوروبا لا والو، راه هنا 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 او هنا طاح اللويز او هنا نطيحوا عليه، هي هذه على المغرب، هنا طاح اللويز، هنا فين كاين الفلوس. ما تثقوش العدميين، كندوي معكم انا، راه حكيت لكم حياتي، الاسرار ديالي حكيتها لكم. ماني ما انا ما عضو جماعي، ما عضو اقليمي، ما جمعيه، ما حزب، ما والو والو، باش الله تانا يسخر لي في الوليدات ديالي والاحفاد ديالي. هذا هو المعقول. على اي كنحييكم وشكرا لكم، غادي ندخل للكلاب دابا، شكرا لكم، اعتذر الى قلت شي حاجه ماشي هي هذيك. والله الا وصلت للكلاب ها شوف. اما السيارات واقفيات شو المهم؟ قال لك ما كاين ما يدار في هذه البلاد. ها كيضحكوني هذا، يقول لك ما كاين ما يدار في البلاد، والله كيضحكوني بالله. ها شوف الناس اللي جايبين ولادهم. يلاه تبارك الله عليكم، على بروشين فيديو ان شاء الله.